إن الجهة ليست مجرد امتداد مادي أو مجال جغرافي أو تقطيع ترابي فقط، بل هي أيضا شخصية قافية ومؤهلة تشكل تلاحما فريدا. تأسست ملاحم هو عبر التاريخ في المجال الترابي بالتحديد حسب أهل التخصيص من خلال عنصرين أساسيين: العنصر الاقتصادي والعنصر السوسيو الثقافي الذي يتحدد بدوره بمجموعة البشرية الجغرافية التي تعيش فيه، تراكماتها التاريخية، ذاكرتها وثقافاتها. وفي هذا الإطار لا بد من استحضار مفهوم الهوية الثقافية والتي تعني الماضي التاريخي وملاحم الآباء والأجداد والأرض الأسلاف واللغة الأم والعادات والتقاليد والفنون والآداب المتوارثة والقيم والأعراض والفنون العيش. كل هذا يشكل بعض عناصر الهوية الثقافية وما يعرفه بالتراث الثقافي اللامادي. وإن كانت هذه العناصر المجموعة تشكل معنوية مؤهلات هويتنا الثقافية، فهل نتوفر ماديا على تجهيزات ومرافق ثقافية تساير وتلائم هذه المؤهلات بل وتحتضنها؟ إذ كانت جهة طنجة تطوان حسيمة قد استفادت من تجهيزات ثقافية هامة في إطار برامج ملكة الكبرى أشرف عليها صاحب جلال الملك محمد سادس نصره الله، وكذا في إطار شراكات ثقافية مع مجالس مقررة وجمعيات المجتمع المدني وهيئات عمومية أخرى، فإن لا بد من استحضار أهمية تدخلات عمومية وضرورة تناسقها على اعتبار أن الثقافة هو القطاع الذي يعني الجميع من وزارة وصيف الوصية منتخبين وكالات التنمية فعاليات شنعوية والخواص. تأسيسا على كل ما سبق، فعملنا كبير في تنفيذ استراتيجية جهوية لتكوين وإعادة الاعتبار لأهمية الثقافة إحدى لعل اعتبار جميع محاور التدخلات الثقافية انطلاقا من تكوين التراث الثقافي الجهوي عن طريق الجمع ووضع خريطة تراثية وأثرية للجهة وتنظيم مواسم ومهرجانات تثمن التراث الثقافي الجهوي، وكذا تشجيع ودعم الفنون من المسرح، الموسيقى، السينما، الشعر والتشكيل الى اخره. لا سيما وان هناك مهرجانات ناجحه في هذا القطار، اذكر منها تجربه سينما بتطوان، تجربه المسرح بالجامعه بطنجه، مهرجان التويزه بطنجه، مهرجان الثقافي بأصيلة، مهرجان المسرح بالحسيمه، مهرجان الثقافات بالعرايش، مجموعه المهرجانات في قصر كبير، ما يمكنش ما نتكلمش على قصر كبير سينما. وكذلك ايضا عن طريق مراجعة وضعية الكتاب والخزانات العمومية ومعارض الكتاب الجهوية عبر التحديث بأهمية القراءة والتحليل عليها. من هذا المنظور تحول الثقافة إلى عنصر دينامي تفضي بنا إلى تساؤل كبير، إلى هو كيف نسوق مجال جهوي عن طريق الثقافة. ولعل تنظيم هذا الملتقى هو أول خطوة للمضي قدما في هذا الاتجاه الذي مضمونه خلق أساس شراكة حقيقية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجالس المنتخبة من جهة، وبين القطاع الخاص مع إشراك الفاعلين والمهنيين في مجال الصناعة الإبداعية، استشرافا لوضع خارطة طريق تمكن من إدراك هذه الغايات المتمثلة في إدماج الثقافة والفنون ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للجهة. إن كل مشاكل العالم اليوم يفتح هو هي الثقافة. من محاربة التطرف إلى تلين الصراعات الناتجة عن تباينات شديدة في وجهات النظر، وكما قال المثقف الفرنسي الكبير ناجيس دوبري في كتابه في موضوع الإيماج، الكثيرون يرون في التقديس العالمي للفن رابط الوجود بالإنسانية المتشتتة. وختاما، وإذا أعبر لكم عن اعتزازي بالمشاركة معكم في هذا الملتقى، فإنني أغتنم الفرصة لأؤكد لكم استعداد الوزارة الدائم للتعاون والشراكة المتميزة مع مقتل الفاعلين من أجل تفعيل سياسة حكومية رامية إلى إشراك الجميع لخلق مشاريع حقيقية بهذه الجهة يكون مقدورها تلبية التطلعات الفنية والثقافية. شكرا لكم.